كيف شباب؟ للأسف خطتي لموضوع إصلاح المروحة ما نجحت. الزيت طلع من دوران السريع للمروحة، اللحام تفكفك وما ضبط، فاضطريت أشتري مروحة جديدة. نفتحها، هذه هي المروحة الجديدة. مدري ليش احس انه هاي اكبر، الحجم واحد. نركبها ونشوف النتيجة كيف. طبعا احنا بالاضافة لموضوع المروحة عندنا مشكلة، كان في الراديتر هذا كان مسكر، وانا حاولت اسيخه يعني انظفه، لكن شوف حصل، انهارت هاي الاسياخ واضطروا نلزقها. المهم اصبح الراديتر يعني زي ما بيقولوا كده غير مأمون الجانب، فأنا طلبت راديتر جديد من الإنترنت، لأنه طبعا سعره في الوكالة خيالي وغير موجود أصلا. خلينا نشوفه مع بعض. هذا هو الراديتر الجديد زي ما انتم شايفين، بنركبه إن شاء الله وإن شاء الله الأمور تمشي تمام. ركبنا الراديتر الجديد، الحين حنحط له مية. طبعا لازم نستخدم يا شباب دائما مية راديتر، لأنه مية راديتر هاي يعني تحمل الماكينة والراديتر من الصدى والتآكل، وفي نفس الوقت بتمنع التجمد. طبعا احنا ما عندنا تجمد، بس بتحافظ على يعني ممرات المية اللي موجودة في الماكينة وفي الراديتر انها ما تصدي وما يصير فيها تآكل، فضروري ان احنا نستخدم مية راديتر يعني اصلية، مش نستخدم الماء العادي، لان الماء العادي فيه ملح، والملح هذا يعني بيتفاعل مع المعادن اللي موجودة داخل الماكينة وفي الراديتر، وفي النهاية بيؤدي لتآكلها. ما بتفرق المية الخضراء او الحمراء نفس الشيء، بس المهم يكون نوع جيد.